السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لجهاز الالكوميتر لفحص صبغ السيارات 311 موديل بي اللي هو بيفحص على الحديد والألمنيوم، انتبهوا لهذا الموضوع انه اللي بيشتري اف لحاله بيكون بس حديد. طبعا عشان تحط البطاريات هي في عندك اللوك هذا بدك تسويه 90 درجة، هيو الان شوف الان 90 درجة حلو، بعدين بدك تسحبه هالشكل بطلع معك. انتبه انه اول بطارية شايفين هذا البوزيتيف هذا بده يروح على هاي، طبعا هذا شوي مختلف عن اي جهاز بالعالم، مش عارف ليش مسوينه بالطريقة هاي لانه فعلا مرات بيمصع شوي خلينا نقول. وعندك هنا هذا البطارية الثانية بالوضع الطبيعي، هذه الماينس على هذه ركبنا حلو، بعدين بنركب هذه بشكل عمودي، لازم تكون بشكل عمودي، بتدخلها هنا وبتفرها بزاوية 90 درجة وبتدخلها بش الطريقة هاي. الآن الجهاز هذا الإصدار الجديد 2021 صار يشتغل عن طريق الكبسة، ما بيشتغل لحاله، يعني إذا حطيت إيدك كون ما بيشتغل. طبعا هذا جاي بالIUM اللي هو المايكروميتر، أحاول أوضح الصورة شوي. بنروح من هون أول كبسة على اليمين، إذا بدنا خلينا شوي نحاول نوضح الصورة، اوكي لو شايفين هذه الصورة. اذا بدنا نحول، اذا بدنا ندخل اول شيء خلينا نطلع، اذا ندخل جوا هاي دخلنا، اول شيء خلينا نطلع برا كامل، بدنا ندخل جوا على الاعدادات، ندخل من هون اول واحد اذا بتكبس عليها بتزود الصوت، هاي بتزود وهذه بتنقص، احنا بنزود الصوت على الاخر مثلا بنقول له اوكي. بدنا ننزل لتحت واحد الثاني هاي اللي هو الاضاءة، شوف هاي اوتوماتيك محطوطة هنا، شوف هنا مثلا بتنقص الإضاءة وهنا بتزود الإضاءة، وإذا وصلت إيه يعني أوتوماتيك يعني بتاخذ من الجو برا، إذا كان يعني في حساس أمبيانت سنسور احنا بنسميه، بكبس عليها أوكي. بعدين بننزل على التحتانية، الآن لو شايفين هاي مايكروميتر وحدة القياس 100 110، إذا بدك تحولها تخليها MIL 4 4.5 وبتطلع من هنا، هاي صار يقيس بالأربعة 4 4.5. طبعا هاي لو شايفين هنا احنا هاي صفر، شايفين هاي صفر وعلمت الاف، علم شوي، هذه حديد هنا ألمنيوم، شوف جيري واعطى ان اف، لما يقرا بيعطيك الاشاره اللي هو الضوء الاخضر والصوت. الان لو ملاحظين هنا، مش واضح هنا، لو ملاحظين هنا خلينا نكبر نظبط الصوره شوي، برضو مش واضح، ايوه هذا هنا وضح هذا، ممكن لو نطفي الضوء يوضح اكثر. هذا عندنا عشان في ستيكر ما بدنا نشيله عشان اذا العميل بده ياخذ، هذه مشان المعايره. اذا الان كبست عليها شوف شو قال لك، دخل على مود المعايره، بيقول لك اعمل له معايره، بتحطه هنا شوف صفره، هيو خلص صار يقيس صفر، الان صار يقيس صفر. لو بيوم من الايام مثلا حطيته هون وقاس غير الصفر شو بتسوي؟ بتكبس على هاي، تدخل على مود المعايره، بس بتحطه هالشكل صفر. هاي لو سامعين هاي عملية تصفير مرة ثانية، بنكبس عليها هون تمام، هيا هون دخل مود المعايرة صفرنا خلاص الصفر. وهيك بنكون عايرنا جهاز الالكوميتر، جهاز فحص صبغ السيارات. اتصلوا على شركة المهندس الامارات الشارقة 0971501679 4410، الامارات الشارقة شركة المهندس لبيع اجهزة فحص السيارات منها جهاز الالكوميتر، جهاز فحص الصبغ متوفر. طبعا هذا اللون الابيض هو عبارة عن تبع الرطوبة، موجود على كل الاجهزة حتى اللي بتطلع من الكيس موجود عليها، لا يغرك يعني ما تفكر انه قديم ولا شيء تمام، وجهاز رائع جدا جدا لفحص صبغ السيارات.